سيد الرئيس لقد انجزت الحكومه السوريه خلال الاشهر الاخيره خطوات بالغه الاهميه وغير مسبوقه تبرز حرص الدوله السوريه الراسخ على دعم مسار المصالحات الوطنيه والتسويات المحليه التي اعتمدته كنهج ثابت اثبت نجاعته في تمكين السوريين من العوده الى حياتهم الطبيعيه وتوجيه طاقاتهم وامكانياتهم نحو عمليه بناء مستقبل سوريا واستقرارها وتقدمها. لقد وضعتكم بصوره مرسوم العفو الذي اصدره السيد رئيس الجمهوريه بتاريخ 30 نيسان من هذا العام والذي مثل خطوه استثنائيه بطبيعتها القانونيه والاجتماعيه والسياسيه. وقد استفاد من هذا المرسوم اعدادا كبيره من الموقوفين والمتابعين قضائيا داخل البلاد وخارجها، ولا يزال العمل مستمرا على تطبيق هذا المرسوم. كما فتحت البعثات الدبلوماسيه في الخارج ابوابها لاستقبال طلبات السوريين الراغبين بالاستفاده من هذا المرسوم وتقديم الدعم لتسويه اوضاعهم، وتقوم وزاره الخارجيه والمغتربين يوميا باستلام العديد من هذه الطلبات واحالتها للجهات المعنيه للرد عليها بالسرعه الممكنه. لقد واصلت مؤسسات الدوله السوريه جهودها لتعزيز البنيه القانونيه والتشريعيه وتطوير القوانين ومواءمتها مع المتطلبات الحاليه حيث شهدت الاشهر الماضيه اصدار عدد من المراسيم التشريعيه والقوانين الهامه. التي تنظم مسائل أساسية من بينها تنظيم حيازة الأسلحة والذخائر ومنع الاتجار غير المشروع بها، وتعديل قانون العقوبات وإلغاء عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة، وإقرار قانون تجريم التعذيب وفرض عقوبات رادعة بحق ممارسي. سيد الرئيس، لقد عقد في دمشق الاجتماع الرابع. لمتابعة المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين، والذي يعبر بوضوح عن إرادة الحكومة السورية القوية لمواصلة تذليل العقبات التي تحول دون العودة الآمنة والكريمة والطوعية للمهجرين إلى منازلهم ومناطقهم الأصلية. وأقول أمامكم جميعا أن على الدول التي تمنع اللاجئين السوريين من العودة لوطنهم أن ترفع أيديها. وان تتوقف عن وضع العراقيل التي تمنعهم من العوده بحريه وكرامه والذي يتطلب اولا رفع الاجراءات القسريه احاديه الجانب المفروضه على سوريا والتي تقتل ابناء الشعب السوري ولا يمكن تبريرها باي حال لقد عقد في مدينه نور سلطان الاجتماع الثامن عشر حول سوريا وفق صيغه استان وقد أكد البيان الختامي الصادر على تمسك الراسخ بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وشدد مجددا على مواصلة العمل لمكافحة الإرهاب والتصدي لتنظيمي داعش والنصرة وجبهة النصرة والأفراد والكيانات المرتبطة بهما بما في ذلك تلك التي تمثل تهديدا للمدنيين داخل وخارج منطقة خفض التصعيد في ادلب. لقد اكد البيان ايضا على رفض جميع المحاولات الرامية لايجاد اوضاع جديدة على الارض، بما في ذلك ما يسمى مبادرات الحكم الذاتي والمشاريع الانفصالية في شمال شرق البلاد، واستنكر تصرفات الدول التي تدعم الكيانات الارهابية والميليشيات الانفصالية. وادان البيان استمرار الاعتداءات الاسرائيليه العسكريه على سوريا والتي تعرض الامن والاستقرار في المنطقه للخطر وطالب بوقفها كما اعلن رفض جميع الاجراءات القسريه احاديه الجانب المفروضه على الشعب السوري وعمليات النقل والتحويل غير القانونيه لعائدات النفط التي ينبغي ان تعود لسوريا. البيان رحب ايضا بعمليه الافراج المتبادل عن عدد من المخطوفين والمحتجزين التي جرت بتاريخ 13 حزيران في اطار الفريق العامل المعني باطلاق المحتجزين والمختطفين. تجدد سوريا الاعراب عن التقدير للضامنين الروسي والايراني على جهودهما في هذا السياق وتدين ممارسات النظام التركي وعدم وفائه بالتزاماته وتعهداته السابقه بموجب اتفاقيات استانا وتفاهمات سوتشي. في هذا الصدد تكرر سوريا رفضها وإدانتها لتصريحات النظام التركي حول إنشاء ما يسمى المنطقة الآمنة في الشمال السوري وقرعه لطبول الحرب ومواصلته سياساته العدوانية القائمة على القتل والتهجير والتغيير الديمغرافي والتطهير العرقي بذرائع وحجج واهية وذلك لخدمة أغراض سياسية داخلية وللتغطية على أزماته المتراكمة وتصديرها للخارج والتي من شانها ان تهديد السلم والامن في المنطقه. السيد الرئيس، لقد استمع وفدي الى احاطه المبعوث الخاص السيد غير بيدرسون، كما تابعت بلادي باهتمام انعقاد الجوله الثامنه للجنه مناقشه الدستور، وتتطلع لعقد الجوله التاسعه بعد قيام المبعوث الخاص بايجاد حل للمشاكل اللوجستيه التي طرحتها بعض الاطراف المشاركه. ان من المؤسف ان الطرف الذي قامت تركيا بتسميته ويزعم تمثيل السوريين ما يزال مصرا على عرقله اي تقدم في عمل اللجنه حيث يروج لافكار تتناقض واراده الشعب السوري ولا تخدم تطلعاته ورؤيته لمستقبل افضل. يسوده السلام والاستقرار والرفاه للجميع. إذ كيف يمكن لسوري أن يبرر استمرار التدابير القسرية أحادية الجانب التي يعاني منها كل سوري في حياته اليومية؟ لا بل ويدعو إلى فرض المزيد منها. كيف يمكن لسوري أن يستدعي علنا التدخل العسكري الخارجي في الشؤون الداخلية لبلاده؟ إن بلادي ملتزمة بالحل السياسي القائم على الحوار الوطني السوري السوري والعملية السياسية بقيادة وملكية سورية ودون أي تدخل خارجي وتشدد على ضرورة الالتزام التام بمرجعياتها وقواعد عملها ورفض أي تدخلات خارجية في أعمالها أو فرض نتائج مسبقة وجداول زمنية مصطلعة لها سيد الرئيس تاسف سوريا لعدم تمكن مجلس الامن من ادانه العدوان الاسرائيلي على مطار دمشق الدولي وتستهجن قيام بعض الدول بعرقله ادانه المجلس لهذا العدوان تحت ذرائع تعكس بوضوح انحيازها الاعمى لصالح اسرائيل تؤكد سوريا على ضروره الزام اسرائيل بالكف عن اعتداءاتها الهستيريه المتكرره على حرمه الاراضي السوريه والتي ترتبط ارتباطا عضويا بجرائم التنظيمات الارهابيه والقوات الامريكيه والتركيه المتواجده بشكل غير شرعي على اراضي بلادي والتي تهدف جميعها الى استدامه الفوضى والارهاب في المنطقه وقطع الطريق امام افاق الحل السياسي الذي يختاره السوريون وحدهم في مناى عن مثل هذه التدخلات السافره إن إخفاق مجلس الأمن في النهوض بمسؤولياته يشعر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنه ليس بمقدورها الاعتماد على الشرعية الدولية، وإنما علم إمكاناتها الذاتية في استرداد حقوقها. السيد الرئيس، في الختام أود أن أؤكد بأن الجمهورية العربية السورية دولة ذات سيادة. تعتز بهويتها الوطنيه والعربيه، وتتخذ قراراتها بارادتها الوطنيه، واستنادا الى واجباتها الدستوريه وحرصها على ابنائها كافه. وتسعى بلادي لاقامه وتوطيد علاقات الصداقه والتعاون البناء مع مختلف دول العالم، بما يحترم مبادئ السياده والاستقلال وعدم التدخل في الشؤون الداخليه، ونبذ استخدام القوه او التهديد باستخدامها، وبما يتسق مع اولويات السياسه الخارجيه في استعاده الامن والاستقرار وتحقيق الرفاه والنمو المستدام للسوريين دون استثناء او اقصاء. شكرا سيد الرئيس. I thank the